تقريبا بعد يومين، يوم 31 أكتوبر هو اليوم العالمي للادخار، والبنك المركزي المصري قدم مميزات خاصة بهذا اليوم، منها فتح حساب مجاني للمواطنين. عايزين نعرف إيه أكتر عن المميزات اللي بيقدمها البنك المركزي في هذا اليوم، ونعرف أكتر عن تفاصيل فتح حساب مجاني للمواطنين. معنا دلوقتي على التليفون دكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. صباح الخير يا دكتور، منورنا. أهلا، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. عاوزين حضرتك تكلمنا عن معلومات أكتر عن المميزات اللي بيقدمها البنك المركزي في اليوم العالمي للادخار، وكمان إيه الهدف من فتح حساب مجاني للمواطنين في هذا اليوم؟ والله الحقيقه ان البنك المركزي في المبادره بتاع الشمول المالي من 2022 ل 2025 كان له 6 فعاليات للشمول المالي، يعني كان مش اليوم العالمي للادخار فقط، لكن كان فيه اليوم العالمي طبعا للمراه، كانت واخده مركز الصداره في مارس. كان فيه اليوم العالمي للشباب كان في ابريل، بعده اليوم العالمي اليوم العالمي للشمول المالي كان في ابريل، اليوم العالمي للشباب كان في اغسطس، وطبعا في عيد الفلاح برضه في سبتمبر. بيأتي اليوم اللي هو 31/10 اللي هو اليوم العالمي للادخار. البنوك طبعا آخر حاجة اليوم العالمي لذوي الهمم من 1 ل 15 ديسمبر القادم. لما نيجي نتكلم على اليوم العالمي للادخار اللي احنا بنصدده، كان من 15 أكتوبر لحد 31 أكتوبر فتح حسابات مجانية. هو طبعا جذب فئة جديدة، يعني هو عايز عملاء جدد مش العملاء الحاليين، بحيث ان هم يعني العملاء اللي هم مهمشين ماليا، والمراه الريفيه واللي هي اللي يعني عايز يعني يضخوهم في الجهاز المصرفي، بحيث يتعاملوا على كافه الحسابات في الجهاز المصرفي، سواء من فتح حسابات مجانيه، اصدار بطاقات الخصم المباشر او البطاقه المدفوعه مقدما او الكريدت. يعني مجانا. جميع انواع الحسابات يا دكتور. حسابات الجاريه، حسابات التوفير، المشروعات الصغيره، توفير الائتمان، توفير الائتمان اللازم للمشروعات الصغيره والمتوسطه. طبعا اصدار البطاقات البلاستيكيه بكافه انواعها، سواء الديبت كارد اللي هي المدفوعه مقدمه للخصم المباشر، او الكريدت اللي هي الائتمان. كافه الحسابات اللي العملاء طبعا بدون اي المحافظ الالكترونيه، التطبيقات بتاعه الموبايل، موبايل بانكينج، كل الخدمات المصرفيه بيقدمها. كمان حاجه ان في اساسا توعيه في البنوك دلوقتي باهميه الحسابات دي وطرق فتحها وطرق استخدامها. يعني على سبيل المثال دفاتر حسابات التوفير لها نظام معين، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان في حد ادنى عشان تاخد فايده، احتساب الفايده من 5000 مثلا. فالعميل بيعرفه ان انت لو قلت عن المبلغ ده مش هتاخد فايده، على اساس برضه لما يجي يخصم عليه عموله ان عدم العمولات او كده يبقى عارف. فطبعا دي قسم علاقات العملاء او خدمه العملاء في البنوك بتوضح الحاجات دي. طبعا ده هذه الاستراتيجيه حققت مستهدفات كثيره في الفتره اللي فاتت. يعني الارقام هي اللي بتتكلم، يعني لما نيجي مثلا نقول مثلا من 2016 لحد 2024 المستهدف 181%. فطبعا يعني هذا يشير الى جدوى هذه المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بين الحين والاخر. دكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، كنت معنا عبر الهاتف. بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا.